بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، ازيكم يا أبنائي؟ عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنشرح الدرس رقم 6 في الوحدة 4، نتكلم عن الإحداثيات، إحداث إكس وإحداث واي. المقصود بالإحداثيات إن في شبكة بيانية بنمثل عليها خطين متعامدين، فيتكون 4 زوايا قائمة، وكل محور يمثل إحداثي، يعني المحور الأفقي محور إكس، هنا الإكس الموجب وهنا الإكس السالب، والمحور الرأسي محور واي، واي موجب واي سالب. بعمل عليها خط الأعداد يا ولاد، هنا الأعداد الصحيحة بمثلها على محور إكس، الأعداد الصحيحة الموجبة عندي هنا يمين موجب ويسار سالب، وهنا الصفر ليس سالب وليس موجب، هنا 1 2 3 4، وهنا الأعداد السالبة سالب 1 سالب 2 سالب 3. كده عملت انت محور اكس. بعد كده بترسم خط رأسي بيكون عمودي على محور اكس هو محور واي، فوق عندي اعداد موجبة 1 2 3 4 5، وهنا تحت سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، وهكذا، كلها بتبقى مسافات متساوية بين كل نقطة والتانية مسافة وحدة طول. تعال نشوف التمهيد اللي في كتاب المدرسة، بيقول استعد. هناك الكثير من المواقف التي نحتاج فيها إلى تحديد منتصف المسافة بين نقطتين، كوضع برج تقوية الاتصالات في منطقة توفير التغطية المثالية بين نقطتين، فبيدور على المنطقة اللي في النص ويمثل فيها مكان الشبكة. النهاردة لازم ناخد بالنا من تمثيل الإحداثيات، هنتعلم مع بعض إزاي نمثل الإحداثيات، يعني نمثل نقطة على الشبكة البيانية، ونحدد الربع التي تقع في كل نقطة في المستوى، ونعين مسقط نقطة على محور الإحداثيات، ونعين مسقط قطعة مستقيمة على مستوى الإحداثيات، وتحديد إحداث نقطة منتصف قطعة مستقيمة. كل الكلام ده هنتعلم مع الأولاد النهاردة إن شاء الله. تعال نتدرب في الأفكار كده من كتاب المدرسة. في ديفينيشن مهمة جدا تعرفها للمفردات، عندي محور إكس محور واي، محور اكس اللي هو اكس اكسس، محور واي اللي هو واي اكسس، والاحداثي اكس الاكس كوردينيت، الاحداثي واي اللي هو واي كوردينيت، نقطة الاصل ذا اوريجينال بوينت، الاوريجينال بوينت اللي هي نقطة الاصل، بوينت يعني نقطة، الربع الاول فيرست كوادرانت، الربع الثاني سكند كوادرانت، الربع الثالث ثيرد كوادرانت، الربع الرابع فورث كوادرانت، منتصف القطعة المستقيمة اللي هي ميد بوينت اوف ذا لاين سيجمنت، ميد بوينت اوف لاين سيجمنت، لاين سيجمنت يعني القطعة المستقيمة، والميد بوينت يعني النقطة اللي في المنتصف. الديفينيشن دي تحفظها كويس جدا هتفيدك بعد كده. تعال نشوف، بيقول لي فكر وناقش في الشكل المقابل كم تساوي المسافة بين بي وإيه. أنت يا حبيبي عشان تجيب المسافة بين نقطتين، نقطة بي اللي هي إحداثية 5 6 ونقطة إيه اللي هي إحداثية 1 2، بتستخدم قانون. النهاردة إن شاء الله هنتعلم قانون ازاي نجيب بيه البعد من نقطتين. القانون بيقول لي الجذر التربيعي اكس 2 ناقص 1 كل تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 كل تربيع. انت كده بتجيب البعد من نقطتين في المستوى الاحداثي. طب ايه اكس وايه واي؟ اي نقطه يا اولاد احداثيها بيسمى اكس وواي. يبقى انت عندك قانون البعد اهو تستخدمه في ايجاد المسافه بين نقطتين. طب ايه اكس واي؟ اكس اللي هو احداثي النقطه الاولى، احداثي اكس، وهنا احداثي واي، ماشي. وانت عندك اكس واحد واي واحد، يعني الاكس الاولى وواي الاولى، واكس اتنين واي اتنين، يعني اكس التانية واي التانية. يعني مثلا يا حبيبي انت عايز تجيب المسافة بين نقطة A و B في الشكل، نقطة A الاحداثي بتاعها كان 1 و2، تمام، ونقطة B في التمرين اللي معانا كان احداثيها 5 و6. شايفين الرسمة؟ هو جايبها لك في المسألة، نقطة A احداثيها 1 و2 الكوردينيت بتاعها، وال B الاحداثي بتاعها 5 و6، وعايز تجيب المسافة بين الاي بي، فبتقوم كاتب القانون كده. بص بقى هتعمل ايه؟ ما تيجي تحل تقول فرق الاكس، يعني الاكس دي والاكس دي بتاعهم من بعض، 5 ناقص 1 تربيع زائد 6 ناقص 2 تربيع. انت جبت الفرق بين الاكس 2 واكس 1 وواي 2 وواي 1، وتكمل الحل بقى عشان تجيب البعد بين الاي والبي. 5 ناقص 1 ب 4، 4 تربيعها ب 16، وهنا 6 ناقص 2 ب 4، 4 تربيعها ب 16، 16 زائد 16 ب 32، يعني الـ EP جذر التربيعي ل 32،
32 عبارة عن 16 في 2، يعني يبقى الناتج 4 جذر 2. لو أنت تعملها على الآلة الحاسبة هيطلع لك الناتج وحدة طول، تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب جذر 32 وتحولها لصورة عشرية، جذر 32 يعطيك 5.6 وحدة طول. البعد بيساوي 5.6 وحدة طول، فهمتوا؟ برضه يا أولاد عايزين ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا اللي هي الأرباع، يعني في ربع أول ربع تاني ربع تالت ربع رابع، ونحدد الإشارة بكل ربع. طيب تعالوا نتعلم برضه إزاي نمثل النقطة على الشبكة البيانية. يعني مثلا أنا عندي الشبكة، التمرين ده هنشرحه مع بعض اللي هو المحلول اللي هو اتعلم، هشرحه لك هنا في السبورة. بص معايا، بص يا حبيبي، أول حاجة بتجيب المسطرة بتاعتك وتعمل خطين متعامدين، لازم يبقى متعامدين، ماشي؟ بعد كده 1 2 3 4 5، تعمل أعداد مجاب، وتعمل هنا أعداد سالبة، تاخد بالك المسافات تبقى متساوية بالمسطرة، سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وهكذا. تنزل تحت برضه تاخد مسافة متساوية، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، 1 2 3 4 5. النقطة A الأولى اللي هي 2 1، هاجي عند الاتنين وأطلع عند الواحد، يبقى نقطة A. نقطة B 0 و3، 0 وأطلع على 3 هنا، تبقى نقطة B. طيب نقطة C سالب 2، تيجي عند السالب 2، شايفها؟ بص كده، شايف C سالب 2 وسالب 2، تيجي عند السالب 2 وتنزل تحت لإيه؟ لا تطلع فوق، سالب 2 وموجب 2 تطلع فوق هنا، يبقى دي C. يبقى أنت بتيجي أهو الإحداثي سالب 2 و2، تيجي عند الإكس، محور إكس أهو اللي هو سالب 2، وتطلع للإتنين فوق وحدتين. بعد كده سالب 1 وسالب 3، هتيجي عند سالب 1 أهي، شايفها؟ ركز معايا، انت بتعمل سالب 1 عايز تمثل النقطة سالب 1 وسالب 3، تيجي عند الرقم الأولين على محور إكس، يا تطلع يا تنزل، هتعمل سالب 1 أهو، هننزل إيه؟ لسالب 3، ننزل تحت هنا، يبقى دي النقطة بتاعتك اللي هي نقطة دي. النقطة اللي بعدها إي إحداثيها كان 3 وسالب 2، هنيجي عند التلاتة وننزل للسالب 2 كده، التلاتة أهي، نيجي عند الرقم الأولاني وننزل تحت عند السالب 2، يبقى أنت كده مثلت نقطة دي. فهمت؟ يبقى تمثيل النقطة دي ببدأ عند إكس وأروح للواي، أقف عند إكس وبعدين يطلع ينزل. النقطة O اللي هي أوريجينال بوينت اللي هي 0 0 اللي هي هنا، ده مكانها. طيب الإشارات بقى في الأرباع يا ولاد، كل ربع ليه إشارة بالنسبة لإكس وواي. بنعرفها إزاي؟ الإكس الأول وبعدين الواي، أي نقطة إحداثها إكس وواي. هنا موجب، الإشارة موجبة، وهنا سالب، وهنا موجب وهنا سالب، يبقى الإشارة هقول موجب وموجب في الربع الأول، ده الربع الأول، هنا الربع التالي، هنا الربع التالت، هنا الربع الرابع، الربع التاني الإشارة تاخد سالب أهي وإيه؟ وموجب، الربع التالت بتاخد سالب وسالب، الربع الرابع بتاخد موجب وسالب، تمام؟ احفظهم، يبقى الأول موجب وموجب، التالت سالب وسالب، التاني سالب وموجب، الرابع موجب وسالب، دول عكس بعض ودولت عكس بعض. يعني الأول موجب وموجب، هنا سالب وموجب، سالب وسالب، موجب وسالب، تمام؟ عشان هناخد بعد كده نقط ويقول لي النقط دي تقع في أنهي ربع، هتقدر تطلع الإحداث بتاعها من الشبكة البيانية وتقول فين. سؤال بيقول لي مثل النقط في المستوى الإحداثي ثم أوجد مساحة الشكل الناتج. طيب بص يا ابني، انت هتمثل النقط بالطريقه اللي احنا قلناها، بترسم شبكه بيانيه وتحط النقط، بعد كده بتوصل وتقول الشكل اللي عندك ايه، وتكتب بقى القانون بتاعه. انت عندك مثلا لو طلع مساحه، طلع متوازي اضلاع، مساحه متوازي اضلاع بتاخد القاعده في الارتفاع المناظر. تعالى ما اوضحها لك هنا كده، اوضح لك الرسمه ديت قدام هنا وايه، ونحلها مع بعض، ماشي يا ابني؟ انت اول حاجه بدايه بترسم الخط الافقي والخط الاصلي. اي مساله بتجي لك، اي مساله بتجي لك بتعمل خطين متعامدين، محور اكس ومحور واي، تمام؟ انت بقى عندك، يعني انا عايزك انت وانت بترسم خليهم متعامدين. طبعا الرؤيه عندك هنا دلوقتي انت شايفها مش مظبوطه، لان هي ايه، الشاشه مش هتبقى مظبوطه شويه في التصوير يعني، فانت عندك في الكراسه يبقى متعامدين، خلاص؟ يعني على قد ما نقدر كده نوضح لك الحل. بسم الله، ركز كده، اعمل بالمنظر ده، واجي هنا اعمل خط ايه راسي عشان بس الامور تبقى مقنعه بالنسبه لك وانت فاهم. اهو متعامدين، اهو كده تمام الى حد ما. يعني بتعمل بقى الارقام 1 2 3 4، خلاص يا اولاد؟ وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، لازم المسافه تبقى 1 سم يا اولاد. وانت بتاخد بالمسطره، قيس بالمسطره مسافه من كل نقطه والتانيه 1 سم، يعني ثبت مسطرتك كده
ماشي، وتعالى عند كل رقم حط عنده نقطة، خلي مثلا دينيرو عند نقطة 3 مثلا، أي رقم على المسطرة ثبته هنا، وعند أي رقم ظاهر عنده شرط حط نقط 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 كده، واكتب أرقام بإيدك. كذلك الرأسي، أو تبقى تعمل في كراسة الرسم البياني اللي هي نص سنتي، في كراسة نص سنتي تجيبها تبقى ممتازة معاك في الحل. كراسة نص سنتي ماشي، هنا 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. خلاص النقطة الأولى اللي هي 3 و2، أنا عايز أعمل النقطة A 3 و2، أنا واقف عند 3 وأطلع ل2، أدي الـ A. نقطة الـ B سالب 1 و2، أرجع عند السالب 1 وأطلع ل2، هنا أدي الـ B. نقطة C سالب 3 و0، أرجع عند السالب 3 و0 وأحط هنا نقطة C، شايفها سالب 3 و0 في مكانها. نقطة D 1 و0، أرجع عند الواحد وما أتحركش، محدش يجي هنا، لأ الواحد و0 أهو، واحد تقف عند الواحد في مكانها ما تتحركش، ادي نقطة دي، وتقوم موصل بقى الشكل بتاعك كده، يطلع معاك متوازي أضلاع، تبقى حافظ بقى قانون متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع بتساوي طول القاعدة في ارتفاع المناظر. القاعدة بتاعتك طولها من أول دي لحد سالب 3 اللي هي الدي سي. نجيب الطول الدي سي إزاي؟ نقوم عاملين قيمة مطلقة كده، أو إحداث النهاية ناقص البداية، أو الفرق بين القيمتين اللي عندي. طب أنت عندك هنا سالب 3 وهنا 1، تقول سالب 3 ناقص 1، يبقى القيمة المطلقة لسالب 4 اللي هي الفرق بين سالب 3 وسالب 1، ولقيت سالب 3 ناقص 1 بسالب 4، تمام؟ القيمة المطلقة يطلع بكام؟ معيار سالب 4 يعني 4 وحدة طول، يبقى أنت جبت القاعدة ده بتاعت متوازي الأضلاع طولها بـ4. طب الارتفاع بنعمله إزاي؟ بنسقط عمود كده، القطعة دي، القطعة دي طولها بيوازي القطعة من أول صفر لحد 2، يعني طولها 2 وحدة طول، يبقى الارتفاع طوله 2 وحدة طول. يبقى المساحة هتساوي طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة عندي كانت 4 والارتفاع كان 2، يعني يطلع 8 وحدة مربعة، 8 وحدات مربعة. هو كتب لك كل حاجة أهو على الشاشة، ده الحل بتاع المسألة، مفهوم؟ عرفت الارتفاع جه ازاي؟ لازم تعمل عمود كده ساقط من القاعدة وهنا الارتفاع، من عند الارتفاع لحد القاعدة. من الشكل البياني التالي، ده تقييم ذاتي يا أولاد رقم 1، بيقول لي عين إحداثيات رؤوس المثلث اي بي سي ثم اوجد مساحته. ماشي، بص يا أولاد هنا، المثلث اللي قدامي اقدر اطلع إحداثي نقطة ايه، هي كانت عند الواحد وطلعت عند التلاتة، يبقى الاي إحداثيات 1 و3، هذا المثلث بتاعنا اهو، هنا التلاتة، هنا الاتنين، هنا الواحد، 1 2 3، سالب 1 وهنا سالب 2 وهنا سالب 1، سالب 2 سالب 1 ادي نقطة B، وهنا 1 و3 نقطة A، وهنا سالب 3 وسالب 3 وسالب 1 دي نقطة C، ممكن نوصل بينهم كده زي ما هو عامل بالمنظر ده. احنا عايزين نجيب يا اولاد الاحداثيات الاول، يعني اول حاجة تقول له ايه الاحداثي بتاعها، هي كانت عند الواحد وطلعت للتلاتة، يبقى 1 و3. نقطة البي هي كانت عند السالب 2 ونزلت للسالب 1، سالب 2 ونزلت للسالب 1، يعني محدش يبدل يا ولاد، اوعى تبدل الإحداثيات بتاعتك، خلاص؟ لازم إكس الأول وبعدين واي. السي هي كانت عند التلاتة ونزلت عند السالب 1، ماشي؟ السي أهي كانت عند التلاتة ونزلت للسالب 1، جبت أنت خلاص الإحداثيات. تعالى بقى نجيب المساحة، مساحة المثلث بتساوي نفس طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة عندك اللي هي البي سي تقدر تجيب طولها. طيب نجيب البي سي ازاي يا ولاد؟ نجيب المعيار، تشوف الإحداث النهاية ناقص البداية. بي سي اللي هي سي ناقص بي، لما أقول بي سي يبقى سي ناقص بي. السي كانت بتلاتة على الأفق، والبي كانت عند السالب تلاتة، دي سالب 2 يا ولاد صح؟ كانت عند السالب 2، يبقى سالب 3 ناقص، خد بالك ناقص ناقص 2. ليه؟ لأن أنا بجيب الفرق بينهم، بقول 3 أهي ناقص ناقص 2، خلاص؟ يبقى 3 اللي هي عند السي على محور إكس 3 وحدات مشت ناحية اليمين 3 وحدات، والسي وعند البي هنا مشت ناحية اليسار بوحدتين، يبقى البعد بينهم مسافة تقول 3 وحدات ووحدتين، يعني 5 وحدات، اللي هي القيمة المطلقة ل3 ناقص ناقص 2، يبقى 3 زائد 2 تديك 5 وحدة طول، يبقى أنت جبت البي سي بـ5 وحدة طول. بعد كده بتجيب العمود الساقط، تسقط عمود كده،
العمود اللي انت رسمته ده طوله هيبقى من اول 3 لحد ما يوصل للعدد سالب 1. شايفين البعد ده؟ سميه مثلا AD. يبقى ال AD ده عمودي على القاعدة، لأن مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة دي في الارتفاع. القاعدة انت جبتها بـ5، طب الارتفاع هتسقط عمود من ألف لحد القاعدة. العمود ده بيوازي من أول 3، اتحرك رأسي أهو، بص من AD، ها AD هتقول 3 ناقص ناقص 1، يعني طولها بـ4 وحدات. ممكن تعدهم كده، دي 3 وحدات هنا وهنا وحدة، يبقى 4 وحدات. تمام، يبقى الـ AD بتساوي 4 وحدة طول. بعد كده تقول له مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة عندك بـ5 والارتفاع بـ4، يبقى نص في 5 في 4، نص الـ4 في 25، نص الـ20 10، وحدة مربعة. يبقى المساحة هتطلع معاك كام؟ 10 وحدة مربعة. فهم كده يا ولاد؟ طيب تعال نشوف مثال رقم 2. مثال رقم 2، إذا كانت النقطة A إحداثيها 4K زائد 4 وسالب K زائد 3، تقع على محور واي. خد بالك، طالما النقطة يا حبيبي تقع على محور واي يبقى الإكس بصفر. زي ما يقول لي النقطة إكس وصفر، دي تقع على محور إكس، والنقطة صفر وواي تقع على محور واي. أي نقطة بيكون إحداثيها إكس واي. لما أقول لك النقطة تقع على محور إكس يعني الواي بصفر. النقطة تقع على المحور إكس ده يبقى الإحداثي بتاع الواي مش موجود، صفر. طب لو ما تقع على محور واي يبقى الاكس بصفر، العكس يعني. ماشي، فبيقول لك النقطة اللي هي ايه احداثيها 4K زائد 4 وسالب K زائد 3، قال لك النقطة دي تقع على محور واي. اي نقطة بيبقى احداثها اكس وواي، يعني نقطة ايه الاوردر بتاعها 4K زائد 4 وسالب K زائد 3، دي النقطة بتاعتي، وقال لي تقع على محور واي. يا ولاد طالما تقع على محور واي معنى كده الاكس بايه؟ بصفر. يعني استنتج ان 4K زائد 4 دي بصفر، اقدر احلها معادله واطلع منها قيمه الكي، فيبقى الكي بسالب 1. يعني اقول 4K بتساوي سالب 4، وبعدين اقسم على 4 تبقى الكي قيمتها كام؟ بسالب 1. انت جبت الكي بسالب 1 ده، مفهوم كده؟ الكي طلعناها بسالب 1. هو عايز بقى الإحداثي بتاع نقطة ب وإنه يقع في ربع، فأنت تعوض عن الكي بسالب 1 هنا عشان تجيب نقطة إيه؟ نقطة إيه؟ ماشي؟ وتعوض برضه عشان تجيب نقطة بي، لأنه عايز، هو طلب مني بي يا ولاد، قال لك بي تقع في أنه ربع. طيب تعالى كده نجيب إحداثي إيه لما أعوض هنا في سالب 1، يبقى سالب 1 في 4 سالب 4 زائد 4 بصفر، وأعوض هنا بسالب 1، سالب في سالب بموجب 1 يعني زائد 3 تبقى ب4، يبقى دي نقطة إيه؟ طب نقطة بي هعوض بسالب 1 هنا، بس كده هعوض هنا، يبقى 4 في سالب فين بي؟ البي مش البي، تعال نكتبها سالب 2 كي و4 كي زائد 1. تمام، عوض عن الكي بسالب 1، يبقى سالب في سالب بموجب تطلع موجب 2، وعوض عن الكي بسالب 1، سالب 1 في 4 في سالب 4، سالب 4 زائد 3 تبقى سالب 3، يطلع احداثيها 2 وسالب 3. طب ال 2 والسالب 3، انت عندك الاشاره موجب وسالب اهو، الشبكة بيانية، ادي الموجب فين اهو، وادي السالب هنا، يعني الربع الرابع، الربع الرابع بكل اشارته موجب وسالب. يبقى انت عندك تقع في الربع الرابع، تمام، لان الاشارة كانت موجب وسالب، موجب وسالب يعني الربع الرابع، مفهوم؟ التمرين محلول. تعالى بقى التقييم الذاتي على التمرين ده، تطبيق عليه يا ولاد. قول اذا كانت نقطة ايه احداثيها سالب كي و2 كي ناقص 1 تقع على محور اكس، طالما النقطة تقع على محور اكس يعني الواي بصفر. تمام، معنى كده اقول ان 2 كي، اقول بما ان اي تقع على محور اكس يبقى انا بستنتج ان الواي بصفر. خلاص، يبقى الاحداثي
اللي عندي استنتج ان الواي فيه بصفر، الواي هنا انت عندك الايه كان احداثيها سالب 3 كي و2 كي ناقص 1 ناقص 4 ماشي، دي الايه خلاص، عندك الايه كان احداثيها سالب 3 كي و2 كي ناقص 4، لما الواي تبقى بصفر اللي عندك دي اكس ودي واي، يبقى ده تستنتج ان الاحداثي اللي عندك اللي هو واي هيساوي صفر، يعني تستنتج ان 2 كي ناقص 4 بتساوي صفر لانها تقع على محور اكس، واي نقطه بيكون احداثها اكس وواي، فالاولى بتبقى اكس والثانيه واي، لما يقول لك تقع على محور اكس يبقى الواي بصفر، يعني الاحداث واي اللي عندك بيساوي صفر، فهمتوا؟ فتساوي دي بصفر وتحلها معادله، تقول والله 2 كي بيساوي تودي السالب 4 بعكس الاشاره تبقى 4، وتقوم مقسم على الاثنين تبقى الكي بتساوي 4 على 2 فال2، خلاص انت جبت الكي ب2. تعالى بقى نجيب احداثي نقطة ب، انت عندك ب كان احداثيها بكي ناقص 6 وسالب 3 كي، نقوم معوضين عن الكي بايه؟ ب2 هنا ماشي، عوض كده يبقى 2 ناقص 4 بسالب 4، 2 ناقص 6 بسالب 4، انت عوضت عن الكي بايه؟ ب2، يبقى 2 ناقص 6 بسالب 4، مفهوم كده؟ وتعوض هنا ب2 يبقى 2 في سالب 3 بسالب 6. طيب البي طلعت بسالب 4 وسالب 6، تقع في انهي ربع؟ تقع في الربع الثالث، تقع في الربع الثالث، واضح الكلام كده يا ولاد؟ تقع في الربع الثالث لان الاشارات سالب وسالب. تعال نتكلم بعد كده عن مسقط نقطة على محوري الاحداثيات. في المسقط على محور اكس عندك كام؟ 2 وصفر. لو قال لك هات لي طول مسقط نقطة على محور اكس هجيب القيمة المطلقة للواي، فهمتوا الفرق؟ ما يقول لي عايز اجيب المسقط، مسقط نقطة يعني نقطة 2 و3 هي احداثي، مسقطها على محور اكس يبقى مسقطها هو النقطة 2 وصفر، يعني هي النقطة اهي اسقطنا منها عمود على محور اكس، طب مسقطها على محور واي اللي هو ده هينزل مين؟ عند النقطة 0 و3، يبقى ده مسقط النقطة على محور واي، اسقطها على محور واي تبقى 0 و3، مسقطها على محور اكس يبقى 2 و0، لكن لو قال لي طول مسقط النقطة على محور اكس اجيب محور طول مسقط النقطة دي على محور اكس طوله بكام؟ يبقى 3 وحدات طول لأنها توازي الـ3 اللي قبلها. طيب طول المسقط على محور واي هيبقى ايه؟ 2 وحدة طول، مفهوم الكلام؟ عندي ملاحظات مهمة يا أولاد، بيقول لي إذا كانت النقطة تنتمي لمحور إكس فإن مسقطها على محور إكس هو نفسها، وإذا كانت النقطة تنتمي لمحور واي فإن مسقطها على محور واي هو نفسها، النقطة طالما بتقع على المحور يبقى مسقطها هو نفسها، زي مثلا لو عندي نقطة زي مثلا 5 و0، النقطة 5 و0 مسقطها على محور إكس هو نفسها 5 و0، والنقطة اللي هي سالب 3 و0 صفر وسالب 3 على محور واي مسقطها على محور واي هو نفسها صفر وسالب 3، مفهوم؟ طالما النقطة بتنتمي لنفس المحور أهو يبقى مسقطها هو نفسها، مفهوم؟ طيب مسقط قطعة مستقيمة على محور الإحداثيات، هنتكلم بقى دلوقتي إزاي نجيب مسقط قطعة مستقيمة على محور الإحداثيات. خد بالك من حاجة مهمة يا حبيبي، لو أنت عندك قطعة مستقيمة وليكن إي بي كانت بتوازي محور إكس مثلا، فيبقى مسقطها بيساويها طول المسقط بتاعها ده بيساوي نفس طول القطعة لو هي كانت بتوازي، يعني لو كان عندي قطعة إي بي كانت توازي محور إكس يبقى طول مسقط القطعة إي بي اللي هي إيه شرطة بي داش هلاقيها بيساوي، يعني إيه شرطة؟ بي شرطة هتساوي الإي بي، طولهم بيساوي بعض، يبقى مسقط قطعة مستقيمة هو قطعة مستقيمة في حالة التوازي. طب برضو المسقط ممكن يبقى قطعة مستقيمة لو ما كانش بيوازي كده، مثلا كده قطعة A قطعة B، المسقط بتاعها بسقط من A عمود ومن B عمود كده، فيبقى المسقط هنا أسميه A داش وB داش هو الإحداث اللي هنا، يعني مثلا نقطة A كانت إحداثيها 1 و0 ونقطة الـ B كانت مثلا 3 و0، تمام؟ طب الـ A كان مثلا إحداثيها عندك 1 و5 والـ B كان إحداثيها مثلا 3 و2، فانت عايز تجيب طول مسقط القطعه اي بي، هتقوم ساقط عمود هنا قال لك على محور اكس، يبقى انت هتشوف
الاكس كانت هنا بكام؟ وحدة طول واحدة، يعني هنا واحد، وهنا كام؟ دي بتبعد وحدة واحدة اهي، ودي بتبعد 3 وحدات عن الصفر، يبقى الفرق بينهم 3 ناقص 1 ب2، يبقى 2 وحدة طول. فاهمين كلامي يا ولاد؟ يبقى انا عايزك تاخد بالك، لو عندك قطعة مستقيمة كانت بتوازي القطعة، يبقى المسقط بتاع القطعة بيساوي نفس طول القطعة اي بي، لكن لو ما كانش بيساوي يبقى المسقط للقطعة اي بي هيبقى اقل من طول القطعة نفسها. يبقى المسقط دايما للقطعة بيكون اقل من او يساوي طول القطعة نفسها، الطول الاصلي. يبقى المسقط، طول المسقط دايما اقل من او يساوي الطول الاصلي. طب امتى طول المسقط يساوي الطول الاصلي؟ لو كان بيوازي، لو كانت الاي بي بتوازي الاي شرطة بي شرطة، يبقى انت هتستنتج ان المسقط، طول المسقط هيساوي ايه؟ طول القطعة نفسها. فهمتوا؟ هيساوي بعض لو كان بيوازي، غير كده يبقى اقل. يبقى اقل امتى؟ لو كان لا يساوي، لو يوازي يعني، يعني لو كانت اي بي لا توازي، لا توازي ايه شرطة بيه شرطة، ما بيوازوش بعض، يبقى المسقط، طول المسقط اللي عندك ده لا يساوي طول القطعة ايه شرطة بيه شرطة. تمام؟ ما بيساويهوش، يعني المسقط هيبقى طوله اقل من ايه؟ من طول القطعة. يعني الايه شرطة بشرطة شرطة اللي هي طول المسقط هيبقى أقل من طول القطعة الأصلية. يبقى أنت تاخد بالك دايما إن طول المسقط بيبقى أقل من أو يساوي طول القطعة أصلها، يساويه لو كان بيوازي، لو كانوا بيوازوا بعض يبقى طول المسقط زي طول القطعة، بيبقى أقل منه لو كان إيه بي القطعة لا يساوي. طب إمتى يبقى طول المسقط بصفر يا ولاد؟ لو كانت القطعة عمودية، يعني مثلا عندك شبكة بينية وعندك في قطعة اسمها إيه بي، ولاحظت مثلا إن إيه بي ده كانت عمودي على محور إكس، إكس إكس شرطة. طالما هو عمودية يبقى مسقط القطعة طوله بصفر، بلاش يعني مسقطها نقطة، يبقى مسقط القطعة العمودية نقطة، هو نقطة طوله بصفر. يا ولاد ركز، مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم هو نقطة، هو ايه؟ نقطة. لكن لو قال لك طوله، طوله بقى الطول بيساوي صفر، ملوش طول. مفهوم كده؟ لو انت عندك مثلا القلم اهو، القلم تاني ده عمود عليه، يبقى المسقط ده، المسقط ده مسقط القلم على القلم التاني، القلم الاسود على القلم الاحمر، مسقطه نقطة، مسقطه ايه؟ نقطة. طب لو قال لك طول مسقط هذا على هذا، طول المسقط القلم الاسود على القلم الاحمر طوله بيساوي صفر، يبقى طول المسقط هنا بصفر لكن مسقطه نقطة. يبقى لو قال لك المسقط ايه؟ قول له نقطة، تقول اسم النقطة اللي هنا، ولو ليها احداثي تقول، لكن طوله تقول صفر، ده في حالة التعامد. يبقى لو بيوازي، لو بيوازي كده طوله يوازي، يبقى مسقط القلم ده على القلم ده هيبقى نفسه طوله زيه، يعني هيبقى زيه بيساويه في الطول يعني. طب ما كانش بيوازي كان مايل كده، يبقى مسقطه، المسقط بتاعه على الخط الأفقي هيبقى قطعة طولها أصغر من طول ايه؟ القطعة. الكلام ده كله هو شرحه هنا، واحنا طبعا هنتعلم الكلام ده هنحل كتير ان شاء الله، وانا هشرح لكم باذن الله. تعالى كده نشرح اول واحده. هنا بقول لك اي بي، شايفها قطعه اي بي دي مسقطها اهو، اول واحده الاي بي مسقطها ايه شرطه بيه شرطه. طب الاي بي ها مسقطها ايه شرطه بيه شرطه، هنا شايفه مسقط عمود يعني. طيب بص يا حبيبي، الاي بي شايف الخط المائل ده مسقطه على الاكس، اكس داش محور اكس، الاي صورتها تبقى ايه شرطه، تنزل عمودي كده، والبي صورتها بي شرطة، يبقى المسقط هنا ايه شرطة بي شرطة. طيب رقم 4 جاب لي قطعة اسمها اي بي، المرة دي عايز اجيبها مسقطها على محور واي اللي هو اللي فوق اللي هو الرأسي، يبقى انا هسقط على الرأسي، يعني هسقط عمود من ايه يروح هنا ايه داش، والبي يروح هنا بي داش، يبقى ايه شرطة بي شرطة. طب يا حبيبي الاي بي عمودية على محور واي، يبقى مسقطها هو نقطة ان، المسقط هنا نقطة اهو يا ولاد لانها كانت عمودية، شايفها عمود يبقى مسقطها نقطة. طيب الـ AB مسقطها على محور Y، الـ A مسقطها A داش، صورة A A داش، والـ B B داش، يبقى مسقط AB على محور Y هي A شرطة B شرطة. تعال نشوف هنا في تقييم
أو سؤال فكر، ما العلاقة بين طول القطعة المستقيمة وطول المسقط؟ لاحظ إن طول المسقط أقل من أو يساوي طول القطعة نفسها، خلاص؟ طول المسقط في القطعة أقل من أو يساوي طول القطعة نفسها أو طول القطعة الأصلي. يبقى المسقط يعني مثلا إيه شرط؟ بشرطة بتبقى أقل من أو يساوي الـ AB دايما، في حالة تبقى يساوي لو كانت الـ AB توازي الـ A شرطة بشرطة، يبقى المسقط في الحالة دي هيساوي الطول، المسقط هيساوي الطول الأصلي، تمام؟ ولو كانت لا توازي تبقى أقل من أو يساوي في حالة إن الـ AB لا توازي الـ A شرطة بشرطة. يبقى لو كانت الـ AB، أو ركز معايا أوضحها لك، لو كانت الـ AB لا توازي A شرطة B شرطة، مش بيوازوا بعض، معنى كده إن طول القطعة الأصلية بيكون أكبر من أو يساوي طول المسقط، أو طول مسقط القطعة المستقيمة أقل من أو يساوي، أهو في حالة لو كانت الـ AB لا توازي الـ A شرطة B شرطة. فهمت يا ولاد؟ تعال نشوف تمرين رقم 3، بيتكلم برضو عن المساقط. أوجد طول مسقط القطعة المستقيمة AB على محور X، حيث الـ A بسالب 3 و4 والـ B ب 2 و2. بص يا حبيبي، أنت هتجيب على محور إيه؟ X، فلازم تسقط عمود كده. الـ B صورتها B شرطة 2 و0، والـ A صورتها المسقط بتاعها العمودي الـ A كان احتساب سالب 3 و4، هتنزل عمود تنزل بتساوي 3 و0. البعد بقى المسافة بينهم هنا 3 وحدات على يسار الصفر ووحدتين على يمين الصفر، يبقى مجموعهم 5 وحدات. مفهوم كده؟ يبقى انت عايز تجيب طول مسقط القطعة اي بي على محور اكس. هقول له ايه؟ نرسم القطعة المستقيمة اي بي بنوصلها في المستوى الاحداثي، بعدين نرسم كل من اي وبي عموديا على محور اكس. نسقط عمود يا ولاد بالمسطرة، نسقط عمود من هنا وهنا، تمام؟ فبالتالي تكون النقطة اي شرطة هي مسقط النقطة A على محور X ويكون إحداثيها 3 و0، والنقطة B شرطة 2 و0 هي مسقط B على محور X، وبالتالي القطعة المستقيمة A شرطة B شرطة هي مسقط القطعة المستقيمة AB على محور X، وأقدر أجيب الـ A شرطة B شرطة. أعملها إزاي؟ أجيب القيمة المطلقة، هاخد الـ B شرطة ناقص الـ A شرطة. قيمة الـ B شرطة بكام والـ A شرطة كام على محور X؟ البي شرطة 2 ناقص الاي شرطة قيمتها على محور اكس بسالب 3، تبقى سالب 3 كده، يبقى الناتج هيطلع 2 زائد 3 تديني 5 وحدة طول، تمام؟ أي أن طول القطعة اي شرطة بي شرطة بيساوي 5 وحدات طول. ده حل المسألة يا أولاد، مفهوم؟ تعالوا بقى نشوف إحنا تمرين تقييم ذاتي أهو على نفس الطريقة إن شاء الله. ركز معايا، هنرسم في مستوى الإحداثيات نقطة A و B، ونحدد على الرسم المساقط، ثم نوجد طول كل مسقط، ماشي؟ بس هو عايز حاجتين، عايزك تجيب مسقط القطعة على محور X بكام، ومسقط القطعة على محور Y بكام، يعني في مطلوبين عندك في المسألة. أنت بداية بترسم الشبكة البيانية كده، تمام؟ أدي الشبكة البيانية، هنا كلها أعداد موجبة يا ولاد، 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6. النقطة الأولى اللي هي الـ A 5 و6، نيجي عند الخمسة ونطلع رأس لحد الستة، يبقى دي الـ A. الـ B كانت إحداثيها 3 و2، نيجي عند التلاتة ونطلع الاتنين هنا، ده الـ B. خلاص وصلنا الـ A بالـ B. عشان نجيب المسقط هنسقط عمود كده على محور X. أنت عايز تجيب طول مسقط القطعة AB على محور X، فتسقط من الـ B عمود توصل هنا، يبقى هتوصل صورتها ب شرطة تبقى 3 و0، وتنزل هنا الـ A كانت 6 والـ A كانت كام؟ 5 و6، يبقى هننزل كده عمود نوصل لل 5 و0 اللي هي الـ A شرطة. فبالتالي الـ A شرطة ب شرطة هتساوي، تجيب القيمة المطلقة، الفرق بينهم يا ولاد هنا 5 وهنا 3، تمام؟ يبقى تقول A شرطة ب شرطة اللي هي تحت، ادي الـ A شرطة اهي هنا، هنا بي شرطة، يقول ايه شرطة بي شرطة اللي هي بي شرطة ناقص ايه شرطة، او الفرق بينهم وحدتين طول يعني، تمام؟ تقول احداث النهاية ناقص البداية، ما تقول ايه شرطة بي شرطة، يبقى هتقول له بي شرطة
اللي هي 3 على محور ايه؟ اكس، احداثيها على محور اكس 3 و0، اهو يبقى هنا مش الثلاث وحدات، يبقى 3، وهنا الثانيه 5، يبقى 3 ناقص 5 يعني يطلع معيار سالب 2، يعني بيساوي 2، يعني طول القطعه ايه شرطه بشرطه بيساوي 2 وحده طول. يبقى انت جبت الطول على محور ايه؟ طول المسقط على محور اكس، طول اي شيء ايه شرطه بشرطه اللي هي المسقط على محور اكس. طب نجيب بقى على محور واي، هتقوم عامل ايه؟ ساقط عمود هنا، تبقى هنا بشرطتين اللي هي احداثيها هيبقى 0 و2، وتسقط هنا عمود هتبقى احداثيها 0 و6 اللي هي ايه شرطتين. فتجيب طول القطعة بقى اللي هي ايه شرطتين بشرطتين، تجيب القيمة المطلقة الايه شرطتين 0 و6، وهنا 0 و2 بينهم 4 وحدات طولية، يعني تقول له 6 أو تقول 2 ناقص 6، 2 ناقص 6 اللي هي ايه شرطتين بشرطتين، يبقى احداث البشرطتين ناقص الايه شرطتين. البشرطتين كانت على محور واي ب2 وحدة طول، ودي ب6، يبقى 2 ناقص 6 بسالب 4 يعني 4 وحدة طول. تمام، المطلوب التاني ده المطلوب التاني، وهنا المطلوب ايه الاولاني، المطلوب التاني 4 وحدة طول، والمطلوب الاول طلع 2 وحدة طول. تعال نتكلم عن نقطة منتصف قطع المستقيمة. بص يا ولاد، عشان نجيب نقطة المنتصف بنجمع الإحداثي السيني مع بعض، إكس واحد زائد إكس اتنين على اتنين، واي واحد زائد واي اتنين على اتنين. يعني لو عندك نقطة هنا إكس إحداثية إكس واحد واي واحد، نقطة في المنتصف اسمها إم، ونقطة تانية اسمها إحداثية إكس اتنين واي اتنين. فالإحداثي بتاع الإم هجمع الإكس واحد زائد الإكس اتنين وأقسم على اتنين، وأقول له الواي واحد زائد الواي اتنين على اتنين. بجمع اكس واحد اكس اتنين واقسم على اتنين، واي واحد زائد واي اتنين على اتنين. تعال نشوف تمرين كده، جاب لك مثال رقم 4، بيقول لي اوجد احداثي نقطة منتصف القطعة اي بي، بحيث ان الاي احداثيها 2 وسالب 2 والبي سالب 6 و8. طبق بالقانون، جمع سالب 6 زائد 2 وقسم على 2، وجمع 8 مع سالب 2 وقسم على 2، طلع الناتج 2 و3. طيب تعال نحل التقييم الذاتي رقم 4 اللي زيه. تقييم ذاتي رقم 4، اوجد احداثي منتصف نقطة ايه، هنرمز له بالرمز ام، ونطبق القانون يا ولاد. عندي هنا احداثي نقطة ايه كان 1 وسالب 6، والبي كان احداثيها 5 و2. يبقى هجمع هنا الاكس او 5 زائد 1 على 2، و2 ناقص 6 على 2. جمعت الإكس مع الإكس وقسمت على 2، والواي مع الواي وقسمت على 2، يبقى إحداث نقطة المنتصف 5 1 6 على 2 فيها 3، 2 ناقص 6 بسالب 4 على 2 فيها سالب 2. كده أنت جبت إحداث نقطة المنتصف. تمام، التقييم الذاتي رقم 5 لتمرين 5، يعني مسألة برضه تقييم عليها. طيب المثال 5 بيقول لي إذا كانت النقطة M هي منتصف المسافة بين A و B، يبقى أنت لما تيجي تحل مسألة تقوم راسم كده قطعة. هو قال لك الام احداثيها 0 وسالب 3، منتصف المسافة بين الـ A والـ B، الـ A كان إحداثيها إكس سالب 10 والـ B كانت 7 واي. تمام كده؟ والـ M كانت فين؟ في المنتصف. يبقى لما تيجي تحل المسألة هتبدأ بنقطة المنتصف اللي هي M، بما أن M منتصف الـ EB يبقى الأوردر بتاعها اللي هو 0 وسالب 3، الترتيب بتاعها بيساوي، أعمل كده القانون أهو بهدوء خالص متلخبطش، هناخد الإكس واحد مع الإكس اتنين ونقسم على اتنين، يعني الإكس زائد 7 على 2، يبقى أنا جمعت الإكس مع الإكس وقسمت على 2، وآخد الواي مع الواي وأقسم على 2، هي سالب 10 زائد واي على 2. تمام؟ بعد كده بعمل إيه يا ولاد؟ باخد الإحداث السيني مع السيني والصادي مع الصادي، يعني أقسم الكراسة نصين كده، وآخد الأوردر الأول مع الأول، يعني الصفر دي آخدها مع إكس زائد 7 على 2، واخد السالب 3 دي المسقط التاني مع سالب 10 زائد واي على 2. ماشي، يبقى هضرب 2 في 0 ب0، يبقى 0 بيساوي الاكس زائد 7، يعني الاكس تبقى بسالب 7. عملنا مقص يعني يا ولاد، 2 في 0 ب0 و1 في اكس زائد 7 باكس زائد 7، مفهوم؟ تعالى هنا نعمل مقص برضه، 2 في سالب 3 بسالب 6، 1 في المقدار يديك نفس المقدار، يبقى الواي بتساوي سالب 6، وعد السالب 10 بعكس الإشارة تبقى زائد 10، يبقى الواي تطلع بكام؟ ب 4. يبقى أنت عندك الإكس بسالب 7 والواي بسالب 4، يبقى إحداث نقطة إم
هتبقى سالب 7 وايه و4، دي احداث نقطة ايه، نقطة ام. تمام، في تطبيق زيه بالظبط اللي هو تقييم ذاتي رقم 5 بنفس الفكرة. يبقى اتفقنا يا حبايبي لما يجي لي مسألة فيها مجاهيل انت بترسم الشبكة البيانية على طول او تعمل خط كده تمثل عليه الفكرة بتاعت المسألة. اهي مسألة رقم 5 يقول لي اذا كانت النقطة ام اللي هي 3 و5 تنصف المسافة بالنقطتين اي وبي اوجد اكس وواي. فانت كل ما هتعمله يا حبيبي تقسم قطعة كده خلاص اسمها اي بي، الام في المنتصف اللي هي 3 وكام؟ و5 مسافة هنا وهنا. الـ A كان إحداثيها إكس و5 والـ B كان إحداثيها 4 وواي. كل اللي هتعمله هتبدأ بالمنتصف اللي هو 3 و5 ده. خلاص؟ خد بقى الـ إكس 1 مع إكس 2 اجمعهم مع بعض. وواي 1 مع واي 2. أهو. وبعدين اقسم الكراسة كده جزئين، خد المسقط الأول مع الأول تقول 3 بيساوي إكس زائد 4 على 2، وخد المسقط التالي مع التاني 5 بيساوي 5 زائد 1 على 2، اضرب 2 في 3 ب 6 يبقى 6 بيساوي إكس زائد 4، يعني الإكس يبقى ب 2، واعمل مقص 2 في 5 ب 10 بتساوي 1 في 5 زائد واي في 5 زائد الواي، يعني الواي هتبقى بكام؟ ب 5. كده خلاص أنت جبت قيمة إكس وقيمة إيه واي. ده كان تقييم ذاتي 5. نرجع تاني بقى لمسائل الكتاب، مسائل محلولة، مسألة 6 وكذلك عليها تقييم ذاتي، هنفهم المسألة مع بعض نشرحها ونحل إن شاء الله 6. بص يا ابني، مسألة رقم 6 بيقول لي إذا كان إي بي سي دي متوازي أضلاع. عندك شكل متوازي أضلاع، طبعًا من خواص متوازي الأضلاع قطران ينصف كل منهما الآخر. فكرة حل المسألة يا ولاد هتعتمد على إيه؟ تعالى كده نقرأها الأول. عندك الـ A والـ B والـ C، جاب لك الرؤوس A B و D ولسه الـ C، وعايز يجيب نقطة تقاطع القطرين وبعد كده يجيب لي نقطة C. طيب فكرة حل المسألة هيتحل من خواص متوازي الأضلاع إن القطران ينصف كل منهما الآخر. يعني لما تيجي تحلها يا حبيبي بص بص افهم الحتة دي كويس جدا عشان دي المسألة جميلة. مسألة مهمة جدا وسهلة مش صعبة، ما تلخبطكش، كل اللي هتعمله هترسم شكل كده. ماشي؟ ارسم متوازي الأضلاع واعمل القطرين كلها يا حبيبي. ماشي؟ A B C D. بعد كده بنعمل ايه؟ بنحط النقط على الشكل، ايه رأيك؟ سمي دي الإحداثيات سالب 4 و2، الـ A والـ B 4 وسالب 2، وعندك نقطة C 9 و1. تمام؟ هفرض إن M نقطة تقاطع القطرين، أقول له بما أن الـ M منتصف القطعة اللي هي A C، إذا الإم بيساوي هاخد سالب 4 زائد 9 على 2، وآخد 2 زائد 1 وأقسم على 2، سالب 4 زائد 9 5، يبقى 5 على 2، وهنا تبقى 3 على إيه؟ على 2، دي نقطة إم. تمام؟ ترجع تاخد ده إم اللي منتصف في القطعة الجديدة، أنت كده جبت إم، عايز تجيب بقى الدي، تفرض إن هي إكس وواي. تقول بما ان الام منتصف القطعه اللي هي دي بي، يبقى تبدا بنقطه ام اللي هي 5 على 2 و3 على 2 بتساوي، هتاخد الاكس مع الاكس تقسم على 2 تقول 4 زائد اكس على 2، وهنا سالب 2 زائد واي على 2. ماشي؟ بعد كده تاخد كراسه تقسمها نصين، تاخد الأول مع الأول والتاني مع التاني، تقول له 5 على 2 بيساوي 4 زائد إكس على 2، وتقول له هنا سالب 2 زائد واي على 2 بيساوي 3 على 2. خدنا المسقط الأول مع الأول والمسقط التاني مع التاني، نحذف الاتنين مع الاتنين، تبقى الإكس بيساوي 5 ناقص 4 ب1، الإكس طلع ب1. هنا تحذف الاتنين مع الاتنين وتودي السالب 2 بعكس الإشارة، يبقى الواي بيساوي تجمع 3 و2 تبقى كام؟ 5. يبقى الإحداثي النقطة دي يبقى 1 وكام؟ 1 و5، دي إحداثي نقطة إيه؟ نقطة دي المسألة بتاعتي، مفهوم؟ تعال نكمل كتاب نشوف تمارين الكتاب. كده خلصنا التمارين، هنخش بقى على تقييم الدرس يا ولاد إن شاء الله. أولا قياس المفاهيم رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة النقطة 3 والسالب 4
تقع في انهي ربع. عندك الاشاره هنا موجب والاشاره سالبه، اشاره موجب وسالب، موجب وسالب، هذا الموجب اهو، الاكس موجب والواي بسالب، يبقى موجب اهو يبقى محور اكس والواي بسالب، يعني الربع ان هو الرابع، او الربع الرابع، ربع ايه يا ولاد؟ الرابع، يبقى اخد اجابتي د. طب رقم 2، اذا كانت نقطة الاصل هي منتصف القطعة اي بي، نقطة الاصل هي منتصف القطعة اي بي، وكانت ايه تقع في الربع الثاني؟ الايه هنا الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. الايه كانت هنا موجودة في الربع الثاني، والنقطة المنتصف اللي هي صفر وصفر تقع في المنتصف، فإن بي تبقى فين؟ المفروض البي تبقى في الربع الرابع، عشان تكون نقطة المنتصف اللي هي صفر وصفر بين الاي والبي، فلازم البي تقع في الربع الرابع، الربع اللي هو الرابع، يعني إجابتك للسؤال التاني هتاخد د. السؤال اللي بعده رقم 3، أي من النقط الآتية لا تقع على محور واي؟ خد بالك وبقول لك لا تقع على محور واي، هي النقطة عشان تقع على محور واي يا ولاد هنا لازم الإكس بتاعتها بصفر، يعني محور واي زي يقول مثلا صفر وتلاتة، صفر وأربعة، صفر وخمسة، أي عدد موجود احتس، أي نقطة موجودة احتسيها الأول بصفر دي تقع على محور واي، هو يقول لك لا تقع، لا تقع على محور واي يعني الإكس اللي عندك لا تساوي الصفر، يبقى أنت هتاخد الحل اللي فيه الإكس لا تساوي الصفر اللي هو الإجابة ب، اللي هو الإحداثي 3 و0. طب السؤال رقم 4، إذا كانت إكس أقل من الصفر يعني الإكس إشارتها سالبة، والواي أكبر من الصفر يعني الواي إشارتها موجبة، فأي ربع، أي ربع تقع على نقطة إكس وسالب واي؟ بص يا حبيبي، الإكس كانت إشارتها إيه؟ سالبة للإشارة، والواي كانت موجبة، فتقول سالب واي يعني سالب في موجب بسالب، فاهم كده؟ لما أقول سالب واي يعني هضرب إشارة الواي اللي هي الموجبة في الإشارة اللي بره، سالب في موجب بسالب، فسالب وسالب اللي هي النقطة الناتجة تقع في الربع التالت، أهو هنا الربع التالت بيكون إشارته أول، تاني، تالت، رابع، تالت أهو سالب وتسالب، يبقى ربع، ربع إيه؟ التالت، يبقى ربع إيه يا ولاد؟ التالت، يعني إجابتك هتبقى ج للسؤال رقم 4. سؤال رقم 5، إذا كانت النقطة 3 وكي ناقص 2 تقع على محور إكس، طالما تقع على محور إكس يعني الإحداث واي هيساوي صفر، طالما النقطة بتقع على محور إكس معنى كده إن الواي الإحداث واي ده بصفر، يعني كي ناقص 2 يساوي صفر، يبقى الإحداثي واي بصفر، يعني كي ناقص 2 بصفر، يعني كي قيمتها تبقى كام؟ ب2. السؤال اللي بعد رقم 6، ما النقطة التي تمثل مسقط سالب 3 و5 على محور إكس؟ بص يا حبيبي، النقطة سالب 3 و5 فين؟ أدي سالب 3 أهيت، وهطلع للخمسة هنا، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، وهنا سالب 1، سالب 2، سالب 3، النقطة اللي هي سالب 3 و5 اهي، شايفها؟ أنا عايز أجيب مسقطها على محور إكس، أدي محور إكس، تقوم ساقط عمود كده، هيروح لمين؟ النقطة اللي كان بادئ من عندها اللي هي سالب 3 و0، يبقى ده مسقط النقطة على محور إكس، خد بالك ما النقطة غير ما طول المسقط، هو عايز نقطة يعني إحداثيها تقول سالب 3 و0، لكن لو قال لك طول المسقط هيبقى 5 وحدات طولية، لو هو كان طالب طول المسقط يبقى 5 وحدات طولية، لكن عايز النقطة اللي بنسقطها من سالب 3 و5 على محور إكس تقول سالب 3 و0، تعمل النقطة وتشوف هي مسقطها مين؟ على محور إكس، ولو كان عايز مسقطها على محور واي كنت هروح هنا يبقى احداثيها 0 و5 لو كان طالب على محور مين؟ على واي، لكن هو عايز على محور اكس، يبقى اجابتك سالب 3 وايه؟ و0 اللي هي الاجابه ب. انا بقول لك من جميع الزوايا المسائل اهوت، جميع الافكار عشان تبقى ملم بالموضوع، خلاص؟ فتركز كده، ان السؤال رقم 7 بيقول لي ما مسقط النقطه على محور واي؟ ها الواي هنا بكام؟ ب5، يبقى 0 و5. خلاص دي حل مباشر يعني، طب او انت ممكن ترسم اهو. هنا عايز المسقط على محور واي، انت عندك النقطة بيكون احداثيها واكس وواي، سالب 3 اهي، وطلعنا لخمسة، نفس السؤال يا ولاد اللي فات اهو، مسقطها على محور واي، المسقط ده المسقط، لما نسقط النقطة دي على محور واي هنا هتروح لمين؟
هتروح للنقطة لها دي إحداثيها إيه؟ إحداثيها صفر وخمسة. كان يقول لك مسقطها على محور واي تقول صفر وواي، مسقطها على محور اكس تقول اكس وصفر. فهمتوا؟ دي ملاحظات من ضمن الحل، يعني الحل السريع من غير ما ترسم. يقول لك مسقط نقطة على محور واي، هتقوم واخد إيه؟ الواي تكتبها وتكتب التانية صفر. الواي تكتبها اللي هي كانت في النقطة، النقطة كانت عندك سالب 3 و5، دي اكس ودي واي، فأنت عايز تجيب مسقطها على محور واي، تقوم إيه؟ واخد الواي بخمسة ولغي الاكس، تبقى صفر وخمسة. طب عايز مسقطها على محور اكس، تاخد الاكس وتلغي الواي، أهي سالب 3 وصفر. فهمتوا؟ فإجابتك هنا للسؤال رقم 7، عايز أجيب المسقط على محور واي، هيبقى صفر وكام؟ وخمسة، اللي هي الإجابة ألف. سؤال رقم 8، إذا كانت النقطة تقع في الربع الثالث، فإن الربع الذي تقع فيه النقطة هو نقط. بص يا حبيبي، طالما تقع في الربع الثالث يعني الـ A سالبة والـ B سالبة، الـ A إشارتها سالبة والـ B سالبة، لأن الربع الثالث أهو إشارته سالب وسالب. تمام؟ طالما الـ A سالبة، أنا عندي نقطة إحداثية سالب 2 وـ A وـ B ناقص 6. طيب يا حبيبي بص معايا، الإشارة هنا سالبة يا ابني، أهي سالبة. افرض مثلا أرقام، افرض والله إن الـ A دي، هفرض إن الـ A كانت بسالب 1 والـ B بسالب 2 عشان تسهل على نفسك الحل. فبقول لك الـ A والـ B تقع في الربع الثالث، وعندك عايز تجيب سالب 2 A و B ناقص A، بس الربع الثالث ده بيعرفك يعني إن الـ A ده عدد سالب وده بسالب، فأنت هتفرض إن ده عدد سالب سالب 1 وده عدد سالب بسالب 2 وتعوض عنه هنا في النقطة اللي هو عايزها. هو عايز سالب 2 في إيه؟ فتعوض بسالب هنا، يبقى سالب في سالب بموجب تطلع 2، وتعوض هنا بسالب، تفهم؟ ها دي ضرب سالب 1 سالب 2 بموجب 2 بيطلع ب2، وهنا تعوض مكان البي بسالب 2 فتبقى سالب 2 ناقص 6. 2 سالب 2 وسالب 6 تبقى سالب 8، يعني الحل بتاعي الاشارات طلعت موجب وسالب. موجب اهو، الاكس موجب والواي بسالب، موجب اهو وسالب، يعني الربع ايه؟ الربع الرابع، تقع في الربع هنا يا ولاد الرابع. يبقى اجابتك هتبقى الجواب د، اجابتك د للسؤال رقم 8. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده. ناقش، سأل المعلم عن موضع نقطة X و Y حيث X في Y أقل من الصفر. كانت إجابة أحمد أنها تقع في الربع الثاني، أحمد قال لي تقع في الربع إيه؟ الثاني، بينما إجابة هند قال لي تقع في الربع الرابع. أنهي واحد فيهم صح؟ خد بالك، أنت إمتى يكون حاصل الضرب اقل من الصفر؟ ما حاصل الضرب هنا اقل من الصفر يعني حاصل الضرب سالب. امتى يبقى سالب يا اولاد؟ لو انا عندي الاشاره موجب في سالب هيعطيني سالب، صح؟ تمام، موجب في سالب هيعطيني سالب، يعني لو كانت الاكس موجبه، الاكس كانت اكبر من الصفر والواي كانت اقل من الصفر. طب الاكس اكبر من الصفر والواي اكبر من اقل من الصفر، ها؟ وبقول لك في المسألة إن حاصل ضربهم أقل من الصفر، يعني حاجتين سالبين. فأنت هتدرس الأول الحلول الصح، لازم يا إما موجب وسالب أو سالب وموجب الإشارات بتاعتك. تمام؟ إحنا عشان نشوف حل أحمد اللي هو قال لك ربع التاني صح ولا حل هند صح. طيب هو إحنا قال لي في المسألة إن حاصل الضرب سالب، ركز معايا، حاصل الضرب سالب، يعني واحدة موجب واحدة سالب، يعني النقطة هنا طبعا موجب أهي، وهنا سالب، وهنا موجب وهنا سالب، الإشارات يعني يا أولاد، شايفين الإشارات؟ طيب لما أضربهم في بعض يعني يبقوا مختلفين، يا إما هتبقى في الربع التاني اللي هي سالب وموجب، أو في الربع اللي هو الرابع. يبقى إجابة أحمد صح وإجابة هند صح، ليه؟ ليه إجابتهم صح؟ أحمد قال لك ليه في الربع التاني؟ قال لك والله الإكس هنا هتبقى سالبة أقل من الصفر، والواي هتبقى إيه؟ اعتمد يعني، قال لك والله الإكس دي هعتبر لازم تبقى سالب ودي موجب، لأن موجب في سالب بسالب. وهند اجابتها قالت لك الاكس هتخليها موجبه، يعني الاكس كانت اكبر من الصفر والواي هتاخدها اقل من الصفر. فهمتوا؟ يبقى عندك احتمالين، يا اما الاكس اكبر من الصفر والواي اكبر من الصفر، او الاكس اقل من الصفر والواي اكبر من الصفر. مين بقى استخدم الحل اللي فيه اكس موجبه والواي سالبه؟ ها اكس موجبه واي سالبه، هند. هند خلت الحل ده. تمام؟ واحمد اعتمد الحل بتاعه على الاكس سالبه والواي موجبه، يبقى اجابه احمد صحيحه واجابه هند صحيحه، لان احمد اعتمد على ان اكس اقل،
إجابة أحمد صحيحة لأن إكس أقل من صفر وواي أكبر من صفر، وإجابة هند صحيحة لأن هند اعتمدت في الحل عن الإكس أكبر من صفر وواي أقل من إيه الصفر. دي إجابتك للمسألة، كده المناقشة اتحلت. تنقل بقى اللي أنا كتبته ده كله. تطبيق المفاهيم العلمية، المسألة رقم 10، إذا كانت النقطة تقع على محور إكس توجد الربع التي تقع فيه النقطة. بص يا حبيبي، النقطة بتقع على محور إكس يبقى الواي بصفر على طول، افهمها كده. أي نقطة تقع على محور إكس يبقى الإحداثي التاني هيبقى بصفر. يا ولاد أي نقطة إحداثية إكس وواي، احفظ، طالما قال لي النقطة تقع على محور إكس يبقى الواي بصفر. مين هو الواي؟ للنقطة اللي هو جايبها لك، إحداثيها إيه ناقص 2 و3 إيه زائد 9، تمام؟ فالإحداثي واي هنا هيبقى بصفر، يعني معنى الكلام إن التلاتة إيه زائد 9 هتساوي صفر. فاهم يا ابني؟ دي نقطة أهي، دي نقطة يا ولاد، دي نقطة إحداثيها إكس وواي، دي إكس ودي واي. قال لي النقطة تقع على محور إيه؟ إكس، معنى كده إن الواي بصفر. فيبقى 3 إيه زائد 9 بصفر، تعملها معادلة يبقى 3 إيه بيساوي سالب 9، هنقسم على التلاتة يبقى الإيه بسالب 3. جبنا الإيه بسالب 3، فهمت يا ولاد؟ بعد ما جبت الإيه بسالب 3 عوض بقى في النقطة، هو عايز يجيب النقطة اللي هي إحداثيها إيه و6 ناقص إيه، عوض هنا عن الإيه بسالب 3، عوض كده، ها تبقى هنا سالب 3 وحط هنا الاف سالب 3، تبقى سالب في سالب بموجب، يعني تبقى 6 زائد 3، يبقى احداثي سالب 3 و9. يبقى نقطه احداثيها سالب 3 و9 تقع في انهي ربع بقى؟ ها سالب وموجب، فكر كده، سالب وموجب الربع الثاني، او تقع في الربع الثاني اهو، الشبكه البينيه اهي، هنا سالب وهنا موجب، سالب 3 هنا واطلع لل9 فوق، يبقى ده الربع ايه؟ الثاني. سؤال 11، اوجد طول مسقط القطعة AB على محور X في كل من الحالات الآتية. المرة دي يا أولاد هو عايز طول مسقط القطعة AB، يبقى أنت لازم تجيب القطعة AB بكام؟ وتجيب طول المسقط بتاعها على محور X في الحالات الآتية. تمام، بص معايا. أول سؤال، أنت عندك النقطة كانت البي ب 3 و6، والنقطة إيه؟ سالب 2 و1. بص يا حبيبي، هتقوم رسم الشبكة البينية كده. أنا أعطيتك قانون في الأول خالص سهل كده تجيب بيه طول القطعة على طول، قانون سهل. ماشي؟ لكن هحل معاك برضه بطريقة كتاب مدرسة وأفهمك الحلين، يعني فهمتك الحل السريع بقانون كده في الأول، وأنت خدت بالك يعني وأنا بشرح. راجع الفيديو مرة تلاقي فيه قانون في الأول خالص خالص بجيب لوحدي بنقطتين. طيب، بص المطلوب مني إيه؟ إن أنا أعمل شبكة بينية، هنا 1 2 3 4، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. 1 2 3 4. النقطة الأولى 3 و6، تيجي عند 3 وتطلع لل6 فوق، أدي نقطة البي اللي هي 3 و6. نقطة الـ A سالب 2 و1 هنا، أدي الـ A دي. طيب أنا لما أوصل القطعة A بي كده هعمل هنا مسقط وهنا مسقط، صح؟ طيب المسقط هنا هيديني إيه؟ بس هيديني النقطة اللي هي A شرطة وبي شرطة، طول القطعة A شرطة بي شرطة، A شرطة بي شرطة، هيجيب المعيار هتقول 3 ناقص ناقص 2، 3 ناقص ناقص 2، أو أنت ممكن تجيب بالتعد الوحدات 1 2 3 4 5، هيبقى 3 زائد 2 اللي هي كام؟ ب 5 وحدة طول. بس ده حل المسألة، إن أنت بتعمل القطعة على الشكل وتسقط هنا عمود وهنا عمود، وعايز مسقطها على محور إكس في المسألة. يبقى عشان تجيب محور إكس بتلغي مين؟ الواي. طريقة سهلة برضه، حل سريع للحل، تقوم لاغي مين؟ لاغي الواي كده. عشان تجيب مسقطة على محور إكس تلغي الواي وتجيب القيمة المطلقة، الفرق بين سالب 2 و3 زي ما خدنا في سنة 6، تجيب القيمة المطلقة الفرق بينهم، يعني 3 ناقص ناقص 2 تبقى 3 زائد 2 اللي هي كام؟ 5، 5 وحدة طول. في حلول طبعا سريعة للتأكد من الحل. طيب أنت هنا برضو السؤال رقم 2 هتمثل على الشبكة البيانية، الإحداثي الإكس وواي، عندك الإيه سالب 4 و3، هنا الحل سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهنا 1 2 3، وهنا 1 2 3 4. ماشي، تعالى نعمل النقطة بتاعتنا، النقطة الأولى اللي هي الإيه سالب 4 و3، سالب 4 أهي، وأطلع لل3 سالب 4 و3 اللي هي الإيه، وعندك البي مسألة رقم 2 يا ولاد، سالب 2 و3، سالب 2 و 3 ادي البي. خلاص هتعمل ايه؟ هتوصل القطعة كده، ادي الاي بي، تسقط عمود ينزل عند سالب 4 وصفر، وهنا ينزل عند
سالب 2 وصفر، النقطة دي نسميها ايه شرطة وهنا بي شرطة. عشان نجيب ايه شرطة، بي شرطة اللي هتبقى القطعة اجيب المسقط اللي عندي اشوف طوله بكام. هنا وحدتين طولهم اتنين وحدة طول، او اقول بي شرطة اللي هي سالب 2 ناقص الاي شرطة اللي هي سالب 4، يبقى عندك القيمة المطلقة لسالب 2 زائد 4 تطلع ب2 وحدة طول. تمام، ده سؤال 2. طب سؤال 3 برضه هنعمل الكوردينيت بتاعي اهو، احداثي اكس وواي، عندك هنا 5 وسالب 1، يعني عندك 1 2 3 4 5، وهنا سالب 1، يبقى 5 وسالب 1 هنا اللي هي نقطة A، نقطة B، ونقطة A 5 و5، 1 2 3 4 5 اللي هي 5 و5 اهي، نطلع لحد هنا اللي هي نقطة A. ماشي، خد بالك لو انت وصلت القطعة كده شوف هتبقى عمودية، يعني القطعة لما انت وصلتها هذا المحور واي اهو، وده القطعة بتاعتك اللي هي اي بي، مسقطها على محور اكس هيبقى بصفر يا ولاد، طوله بصفر لانه عمودي، طول المسقط بيساوي صفر. ليه؟ لان القطعة اي بي كانت عمودية على محور اكس، فهمتوا كده؟ طالما القطعة عمودية يبقى مسقطها بصفر، فهمتوا؟ طول المسقط بصفر، لكن احداثي المسقط عندك هيبقى عند النقطة 5 وصفر، يبقى بسقط عند النقطة 5 وصفر، لكن طول المسقط هو عايز طول المسقط يبقى طوله يساوي صفر. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، رقم 12، مسألة 12، إذا كانت النقطة هي منتصف القطعة AB، قطعة نقطة C في المنتصف بين الـ A والـ B، الـ A كانت 4y والـ B x وسالب 2، فوجد كل من x و y إذا كانت C بسالب 2 و7. لما تيجي تحل المسألة بتاخد النقطة اللي في النص اللي هي سالب 2 و7، هتقول يساوي، هتجمع اكس 1 مع اكس 2 اللي هي اكس زائد 4 على 2، واي 1 زائد واي 2 يعني واي ناقص 2 على 2، تاخد المسقط الاول مع الاول والثاني مع الثاني وتعملها معادلات، هتقول له سالب 2 بتساوي اكس زائد 4 على 2، وهنا تاخد السبعه تساويها بواي ناقص 2 على 2، 2 في سالب 2 بسالب 4، وهنا اكس زائد 4 الاكس بتساوي سالب 8، 2 في 7 ب 14 تساوي واي ناقص 2 يعني واي ب 16، يبقى الإحداثي لنقطة سي تبقى سالب 8 وإيه؟ و16، دي إحداث نقطة سي. هو عايز بس الإكس وواي يا ولاد، خلاص يبقى الإكس تبقى بسالب 8، لا دي مش إحداث سي، هو عايز إكس وواي بس، يبقى الإكس بسالب 8 والواي ب 16، بس هو عايز إكس وواي بكام يعني، فهمتوا؟ الإكس بسالب 8 والواي ب 16. السؤال اللي بعده رقم 13، إذا كان A B C D معين، اسم معين A B C D معين، إحداثي نقطة A 3 و5، نقطة B، ركز معايا كده عشان لو في حاجة تكتب معايا، ها ال B بسالب 12، ال B ب 12 وسالب 3، و C 13 و9، عايز أجيب نقطة تقاطع القطرين هسميها M، وعايز أجيب إحداثي نقطة D هسميها X و Y. طيب بما أن القطران ينصف كل منهما الآخر من خواص متوازي أضلاع، لأن المعاين هو متوازي أضلاع، فأستنتج الـ M منتصف، أقول بما أن الـ M منتصف القطعة AC لأن الـ A والـ C معلومين، يبقى أنا هجمع الـ 13 مع التلاتة وأقسم على اتنين، وأجمع التسعة مع الخمسة وأقسم على اتنين، يبقى الإم 13 و3 ب 16 على 2 فيها 8، 9 و5 14 على 2 فيها 7، كده كتبت الإم. بعد كده يا حبيبي الإم منتصف البي والدي، بما أن إم منتصف القطعة بي دي، طالما هي في المنتصف يا ولاد
يبقى هبدأ بنقطة المنتصف في الحل اللي هي 8 و7. انت جبتها ده بتقول له يساوي، بص كده انا هعمل ايه، هتاخد 12 زائد اكس وتقسم على 2، تجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي، يبقى 12 زائد اكس على 2 وسالب 3 زائد واي على 2. تمام. بعد كده تقسم الكراسة بقى جزئين، والله تقول له التمانية دي بتساوي 12 زائد اكس على 2، اهي كملها هنا، التمانية بتساوي 12 زائد اكس على 2، وتعمل مقص عشان تجيب قيمة الاكس، يبقى 2 في 8 في 16 بتساوي 12 زائد اكس، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 4. ماشي. طيب هنا سالب 3 زائد واي على 2 بتساوي 7، سالب 3 زائد واي على 2 بتساوي كام؟ 7. تضرب بقى 2 في 7 ب 14، تبقى سالب 3 زائد واي بتساوي 14، تعدي سالب 3 يبقى الواي بكام؟ 17. جبت الاكس وجبت الواي، ده احداثي نقطة دي اللي هو 4 و17. فهمتوا كده؟ وصل الكلام يا ولاد؟ مفهوم؟ اكتب بس الخطوات وانت تفهم كده من الاول، اكتبها كلها ما تكتبش حاجه، وقف الفيديو وراجعه تاني لو في حاجه مش فاهمها. امور واضحه اهي يا ولاد، مساله مهمه في الامتحان. خلاص. سؤال 14، اذا كانت اي وبي جاب نقطتين وقال لي اوجد احداث النقطه التي تقسم اي بي الى 4 اجزاء متساويه في الطول. طيب احنا عايزين نقسم القطعه على 4 اجزاء متساويه، يبقى لازم اجيب نقطه المنتصف الاول. انت عندك الاي سالب 7 و13 والبي كانت 3 و5. هتفرض ان الام دي في المنتصف، يبقى انت هتجيب نقطه ام الاول اللي هي منتصف اي وبي، تمام، وبعدين تجزأ القطعه هنا تسميها مثلا نقطه سي ونقطه دي، تقوم جايب بعد كده نقطه سي اللي هي منتصف اي وام ونقطه دي اللي هي منتصف اي وبي. تعال نجيب الام اللي هي المنتصف الاي والبي والاول. هتقول له سالب 7 زائد 3 على 2 و13 زائد 5 على 2، يبقى الام سالب 7 زائد 3 سالب 4 على 2 فيها سالب 2، و13 و5 18، 18 على 2 فيها 9. يبقى انت كده جبت النقطة اللي هي ايه؟ سالب 2 و9. خلاص؟ تعالى بقى نجيب السي. السي منتصف الـ A والـ M، تقوم جامع سالب 7 مع سالب 2 وتقسم على 2، وتاخد 9 مع 13 وتقسم على 2، تديك احداثي نقطة سي، سالب 7 زائد وسالب 2 بسالب 9، يعني سالب 9 على 2 فيها سالب 4.5، 9 زائد 13 ب 22 على 2 فيها 11، يبقى النقطة هيبقى سالب 4.5 و11 اللي هي نقطة سي. طب نقطة دي هتجيبها منتصف بين الام والبي، تقول سالب 2 زائد 3 1، سالب 2 زائد 3 على 2 تديك 1 على 2 بنص يعني، وتجمع 5 زائد 9 وتقسم على 2، يبقى انت كده جبت النقطة دي هنا تطلع بنص، وهنا 14 على 2 فيها 7، يبقى عندك احداث نقطة دي نص و7، نص و7. تعال نشوف سؤال 15، اذا كانت A موجودة و B موجودة ارسم مربع بحيث تقع نقطة C في الربع الثاني. طيب يا حبيبي بص، سؤال 15 هو جاب لك نقطتين هتعملهم على الشبكة البيانية، ترسم بالمسطرة بتاعتك النقط بتاعتك. ماشي يا حبيبي، ركز معايا كده. مسألة كام؟ 15. قال لك الايه بسالب 1 وسالب 1، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، وهنا 1 2 3، وهنا 1 2 3 4. البي سالب 1 وسالب 1، اهو ادي البي، ماشي، تقف عند السالب 1 وتنزل السالب 1، والايه 3 وسالب 1، تقف عند 3 وتنزل السالب 1. هنا عايزك ترسم مربع يبقى توصل القطعتين بحيث تكون نقطة سي، أما أقول إيه بي سي، لازم السي تبقى هنا. طيب السي تبقى بكام هنا يا أولاد؟ هرسمها إزاي أصلا؟ الإيه بي لازم أجيب البعد بينها، هنا 3 وحدات وهنا وحدة، يعني هنا 4 وحدات، لازم تطلع فوق 4 وحدات. هنا كانت سالب 1، تطلع بقى 1 وحدة كده، 1 2 3 4، أنت تيجي هنا تقوم موصل كده عشان تعمل المربع بتاعك، يبقى توصل من سالب 1 لحد 3 نقطة سي، وهنا تطلع لفوق 4 وحدات، 1 2 3 4، هتوصل لحد النقطة اللي هي 3 و3 هنا، وتقوم مقفل المربع بتاعك، يبقى A B C D بس، يبقى إحداث نقطة C تقول سالب 1 و3، وترسم الشبكة ضروري.
سؤال 16 في الشكل المقابل، إذا كانت إي و سي هو منتصف القطعة بي دي و إي بي على الترتيب فوجد إحداث نقطة دي. ركز معايا في التمرين ده يا حبيبي، ركزوا يا حبايبي معايا كده في التمرين ده. أنا عايز أجيب إيه في المسألة؟ عايز أجيب إحداثي نقطة دي، عايز أجيب الدي. فين الدي؟ أهي اللي هناك دي. طب هجيب الدي إزاي أصلا؟ هوصلها إزاي؟ بص معايا، ركز معايا وأنا بشرح عشان مسألة مهمة. ركز معايا، هو رسم شبكة بينها كده يا ابني، وقام عامل قطعة كده وقال لك إن القطعة دي زي القطعة دي، تمام؟ طيب، قال لك إن الإيه بسالب 4 و2، خد بالك نقطة سي أقدر أجيب إحداثيها، هي بتبعد هنا 4 وحدات، كاتب لي هنا 4، يعني السي هيكون إحداثيها 0 و4، ده أهي 0 و4. طيب، النقطة البي أقدر أجيبها، لأن السي منتصف، ليه قلنا 0 و4 يا ولاد تاني؟ لأن هي النقطة دي بتقع على محور واي، يبقى الإكس بصفر، وقفت من 0 ل 4. طب هجيب البي ازاي؟ انت عندك السي في المنتصف، يعني تقول له بما ان سي منتصف القطعه اي بي يبقى انت هتبدا بالصفر واربعه اللي هي في المنتصف، وتقوم جامع تفرض ان البي دي احداثيها اكس وواي، ماشي كده؟ هتقول والله البي دي اللي هي صفر واربعه بتساوي اكس زائد سالب 4 على 2، اكس هتضيف هتجمع الاكس مع الاكس وتقسم على 2 اللي هنا في المنتصف، وتاخد الواي مع الاثنين واي اهي، تجمعها مع الاثنين وتقسم على 2، تمام؟ مفهوم كده؟ ليه بنعمل كده؟ عشان نجيب احداث نقطة بي. طيب كمل معايا، يبقى 0 و4 هتساوي اكس ناقص 4، طبعا ده بيساوي الاحداث اللي عندك اللي هو اكس ناقص 4 على 2 وواي زائد 4 على 2، يبقى انت هتستنتج ايه؟ نقطة بي كانت ب 0 و4 صح؟ تقول انا بي بيساوي 4، اذا تعالى بقى اقسم الكراسة جزئين كده، خد المسقط الأول مع الأول والتاني مع التاني، تقول الصفر أهو هتساويه بإكس ناقص 4 على 2، والأربعة هتساويها بواي زائد 2 على 2، وتعمل المعادلات 2 في 0 بصفر تساوي اكس ناقص 4، يبقى الاكس بيساوي كام؟ 4. وهنا تعمل مقص 2 في 4 كام؟ ب 8، يبقى 8 بيساوي واي زائد 2، يبقى واي بكام؟ ب 6. انت يا حبيبي جبت البي خلاص، طلعت احداثيها 4 و6، تمام؟ دي اول خطوه، ماشي؟ فاهم كده؟ بي 4 و6، انا همسح الرسمه واجي عند نقطه بي تاني اهو، اللي هي كان احداثيها 4 و6، ومعامل خط كده، ماشي؟ هنا بوصل لنقطة ايه؟ دي، وقال لي ان القطعة اللي هنا زي القطعة اللي هنا، ماشي؟ البي 4 و6، وقال لك الحتة دي هنا ايه؟ الجزء ده الشبكة البيانية كاتب هنا 6، يعني دي 6 وحدات، يبقى احداثي 6 و0، لأنها تقع على محور إكس، يبقى الواي بصفر، يبقى الإي 6 و0، وده نقطة دي، دي افرضها مثلا إكس وواي، خلاص؟ انت دلوقتي تقدر تجيب دي، ليه؟ لان انت عندك الستة والصفر دي في المنتصف بين القطعة بي ودي، يبقى الستة والصفر دي بيساوي هتجمع 4 زائد اكس وتقسم على 2، وتاخد 6 زائد واي وتقسم على 2، يبقى تاخد الاول مع الاول، تقول ان الستة بتساوي 4 زائد اكس على 2، وتاخد الصفر ده مع 6 زائد واي على 2، تعمل مقص 2 في 6 ب 12 بتساوي 4 زائد اكس، يعني اكس ب 8، و2 في 0 بصفر بيساوي 6 زائد واي، يعني واي بسالب 6، يبقى احداث نقطة دي تطلع ب 8 وسالب 6. مفهومته؟ مفهوم يا ولاد؟ تمام؟ طيب نشوف بقى بقية المسائل إن شاء الله. التحليل وتكامل المواد، مسألة في الرياضة، بيقول لي وضح الشكل التالي موقعي لاعبين A و B خلال جزء من المباراة، موقع A و B هم، حيث أن اللاعب عايزين نجيب إحداث نقطة C، حيث أن B يقع في منتصف المسافة بين السي والإيه، البي في النص يا ولاد. طيب بص يا حبيبي كده، إحنا عملنا الشبكة البيانية أهو، واحد هنا يساوي زود 4 بشوية، 8 4 12 16 20 24 28، وهنا بيزود 4 برضه، 4 8 12 16 20. طيب النقطة الأولى اللي هي إيه كانت 4 8 و4، 8 و4 اللي هي الإيه، خلاص. والنقطة الثانية اللي هي البي كانت 18 هنا 18 و7، 18 وطلعنا للسبعة، السبعة قريبة من 8 اللي هي البي. هو بيقول لك بقى إن نقطة بي تقع في المنتصف بين الـ A والـ C،
السي هتفرض ان هي الاكس والواي. طب البي كان احداثيه طبعا، الاي يا ولاد كانت ب 8 و4 اهو، تبقى خط معاها جميل. والبي وضح كده خطك اهو، البي يا ولاد يا حبايبي يلا 18 و7. تعالى بقى نبدا بنقطه البي اللي هي في المنتصف، اللي هي 18 و7. هتاخد اكس زائد 8 تجمع يعني الاكس مع الاكس وتقسم على 2، والواي اللي هي هنا واي زائد 4 على 2. تقوم قاسم الكراسة وتقول له هنا والله ال 18 دي عبارة عن اكس زائد 8 على 2، وهنا تقول له ال7 تساوي واي زائد 4 على 2. يبقى 2 في 18 ب 36 بتساوي اكس زائد 8، يبقى 36 ناقص 8 تديك 28. وهنا 2 في 7 ب 14 تساوي واي زائد 4، يبقى الواي بتساوي 10. 14 ناقص 4 ب 10. يبقى انت كده جبت احداث نقطة سي هيطلع معاك 28 و10. تمام، 28 و10. مسألة تفكير إبداعي، آخر مسألة يا أولاد إن شاء الله نخلصها. بيقول لي في الشكل المقابل عندك هنا معين، رقم 18، الشكل المقابل معين، عندي A بسالب 3 5، وبيقول لي الـ EC ب 12 وحدة طول، عايز أجيب رؤوس المعين. بص يا حبيبي، المعين من خلاصه أضلاعه كلها متساوية، تمام؟ وإيه كمان عندنا؟ عندي هنا بص نقطة دي أهي، أضلاعه كلها متساوية والقطران متعامدين. يعني إلى حد ما كده يعني يا أولاد، ماشي. وهنا M أرسم لك معين أهو، ده المعين بتاعنا، القطران أهو متعامدان، تمام. ورسم شبكة بينية كده، هنا الـ O وهنا محور X، O X أهو، هنا الـ D وهنا الـ C وهنا الـ A سالب 3 5 اللي هي النقطة اللي هنا، من الـ M وادي نقطة B. هو بيقول لك المسافة بين A لل C من أول A لحد C ب 12، يبقى لازم القطعة دي تبقى قطعة قد القطعة دي. سالب 3 و5 يعني مشت هنا سالب 3، يعني هنا 3 وحدات طول، يعني الجزء ده من أول فين؟ أه هنا الحتة دي يا ولاد، دي من أصل المحور هنا ده أول، شايف؟ ركز معايا، الحتة دي ب 3، 3 وحدات طول. هو بيقول لك المسافة دي كلها ب 12 من أول A لحد C ب 12، يبقى 12 عبارة عن 6 زائد 6، الجزء ده ب 3 زي اللي قباله تحت، يبقى ده ب 3. فهمتوا كده؟ دي ب 3، يبقى دي 3 زائد 6، يبقى المسافة من أول الصفر لحد هنا دي 9 وحدات. يبقى مشينا هنا دي 9، اللي هي 6 و3 9، يبقى 9 وطلعنا لكام؟ البعد ده. البعد ده بكام؟ بيقول لك من سالب 3 لحد 5 اللي هي نقطة A. يبقى طلع بعد هنا 5 وحدات طول، يعني من أول الـ O لحد هنا دي 5 وحدات طول، دي كلها 5. يبقى اللي قبالها لو عملت خط كده تبقى دي 5. يعني هنا 9 و5، لأن المسافة دي 5 وحدات طول أهو. فاهمين؟ يعني بوقف هنا من الصفر لحد من سالب 3 لنقطة A، سالب 3 هنا طلعت للخمسة، دي إيه؟ 0 و5، دي النقطة اللي هنا، دي 0 و5، دي 0 و5، فدي تبقى 5 وحدات طولية، ودي 5 وحدات تبقى دي زي 5 وحدات، يبقى أنت جبت الدي السي ب 9 و5، تمام؟ طيب دي 5 وحدات أهي طلعت لفوق 5، ودي مشت 9. طيب إحنا قلنا دي سالب 3 يعني 3 وحدات طول، ودي 3 من هنا كمان، يعني هنا مشت 3، 3 وحدات أهو، ودي 6 وحدات، يبقى 3 زائد 6 ب 9. عندك نقدر نجيب بقى نقطة بي ازاي؟ هو قال لك إن البي دي بستة كمان، دي كلها بستة، دي بستة يا ولاد، يعني الجزء ده بتلاتة والجزء ده بتلاتة، تلاتة وحدة طول، خلاص؟ البي دي كانت بستة، يبقى تلاتة وحدة طول وتلاتة وحدة طول. أنا عايز بقى أجيب المسافة اللي هنا دي، عايز أجيب إحداثي نقطة بي اللي عندي، ها أجيبه ازاي؟ فكر معايا كده، أنت عندك هنا سالب 3 و5، وهنا تقدر تجيب النقطة اللي في النص اللي هنا دي بين منتصف الـ A والـ C، لأن هنا القطران ينصف كل منهار آخر، يبقى هنسمي النقطة دي M أهي، أقدر أجيب نقطة M، هجمع 9 ناقص 3 سالب 6 على 3، 6 على 2 في 3، يبقى أنت ممكن تجيب نقطة M ده أهي، فاهمني؟ تجيب دي نقطة M دي بكام؟ عشان لو جبت M هتعرف البعد ده بكام كله، مستوعب كده؟ يبقى 9 ناقص 3 ب 6، 6 على 2 في 3، وتاخد الـ 5 مع الـ 5 ب 10 على 2 في 5، يبقى الـ M
هيطلع إحداثية 3 و5، يعني مشينا 3 كده وطلعنا ل5، يعني الحتة دي كلها ب5 يا أولاد، يعني البعد ده ب2، يبقى أنت مشيت 3 وطلعت 2 عشان توصل للبي، يبقى البي إحداثية 3 و2، يبقى تاني البعد ده كله ب5، لأن الإم إحداثية 3 وطلعت ل5 أهي، شايفها؟ 3 وطلعت ل5، أو ممكن تجيب الإم أصلا دي 5 وحدات زي اللي قبلها، ومشت 3 وطلعت إيه 5، يبقى 3 و5 من غير ما تجيب قانون منتصف، يبقى الإم 3 و5، يبقى البي هتبقى مشت 3 وطلعت وحدتين، لأن دي كلها 5 والجزء ده ب3، لأنه قال لك البي دي ب6، دي ب6 كلها، يبقى 3 و3، يبقى دي ب3، والحتة دي ب5، يبقى 5 ناقص 3 ب2، يبقى البي 3 و2. فاضل عندك الدي، أنت مشيت 3 يبقى الإحداثي هنا 3، وطلعت لحد فوق 2 زائد 3 زائد 3، 2 و3 5، 5 و3 8. يبقى أنت عندك الدي طلعت 3 و8 أهو، والسي 9 و5، وعندك نقطة بي 3 و2، والنقطة A سالب 3 و5. كده نكون خلصنا تمارين الدرس، خلصنا كده المنهج الحمد لله يا ولاد، إن شاء الله الحصة الجاية هنحل التقييم على الوحدة الرابعة. أتمنى تكونوا فهمتوا، وربنا يوفقكم يا ولاد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويعوضكم إن شاء الله في الدرجات في المواد التانية، وتجيبوا أحسن الدرجات بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.